السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنصوبوا لانيس اللي شريت الكلبه ديالي طوكيو. واحد لانيس شريناه بثمن اللي هو خيالي، اللي رخيص بزاف، غير هو ما فيهش الباب. غنصوبوا ليه ان شاء الله الباب انا وزكريا، هو راه جاو معايا فيقته على الصباح بكري. دابا باقي في الناس بدينا في فلوق عندي اخوتي. ديروا لي ابوني وديروا لي جيم، كيستاهل والله اخوتي اللي كيستاهل. الله يحفظك الزكري. المهم وجبنا حتى ديانا حتى باش نلعب مع طوكيو، باش ما تبرزطناش طوكيو. المهم خليكم مع الفيديو، غادي نوريكم لقطات ملي عندهم نقطعوا الباب وكيفاش غنصوبوا لانيش وكيفاش غنركبوها، ومن بعد عاوتاني غنصلحوها عاوتاني من جهه اخرى، غندير لها بلاك عاوتاني من الفوق حيت العود اللي فيها مقسوم عليها جوج، غنعاودوها كامله. خليكم مع الفيديو اخوتي. طويل بزاف، صبروا معنا وكملوا وديروا لايك وسبسكرايب. المهم الخوت اللي خاصكم شي نجار، ها هو زكريا. اوكي عمر خدام، اللهم بارك. رانا نمشيو نعطيو المترو الخوت وغنجيو نعاونو. المهم غادي نخليوكم مع سينيماتيك ولا تايم لابس باش تشوفوا داكشي خفيف ظريف، ونوريكم النتيجه في الاخر. المطروفه اللي حيدنا حيت اللي خدينا من عند لانيس اي، وكانت عندو ايفا كتاكل الباب بزاف، داكشي علاش خسرناه من هنا عوضناه عاوتاني قادينا. ودابا حيرين انا وزكريا واش نديرو، باب مربع ولا ناخذو على هاد العباره هذا النيس. او هذا هو المشكل دابا اللي عندنا. شبالك زكريا خويا، نديرو مربع من الاحسن. صافي سير نديرو مربع ونخليوه نديرو فيه كريات. باش فهمتي حتى الوقت يدرك لينا الوقت. يدرك لينا الوقت ونساليو دغيا الشمس، حيت الشمس بدات كطلع زعما، باش نخدمو مرتاحين في الظل واللعيبات الساعة زربات علينا الشمس. هاهي ديانا وطوكيو، هما كيلعبو ليها. هاهي طوكيو بدات كتولفها. أليستي إبراهيم، أليستي إبراهيم. المهم الخوت قطعنا بلاصه الباب، هاي قدينا دابا هي جات مربعه، ما بقيناش نخليو ديك اللعيبه دايره تماك، بانت لينا غادي غير خسر المنظر وما يجيش تاكل. دابا عاوتاني الباب غيولي كبير مزيان، حتى الا بغيت ندخل نيطواي لانيش غادي يبقى عندي لي سباس فيه ندخل ونخدم، هادي هي باش مزيان. وعاوتاني عاوتاني الباب كبير حيت الكلب غادي وكيكبر يعني كيتزاد في البوا ديالو، يعني خاصو منين يدخل مزيان. ودابا الخوتي غادي نقطعوا هذا العود هذا من هنا، غندوروا على الباب باش يكون بحال قلتي هو الكادر ديال الباب. خليكم مع لقطات تفرجوا مزيان.
خوت عرفت شنا هو ضاربه فينا الشمس والشمس قاصحه ديال 11 12. ويلا قدينا الكادر ديال الباب ودابا كنقادو في العبار ديال الباب باش نلقى حتى هو كما كتشوفوه مضاربه السكريه. الله الا هلكتنا هاد الشمس ديال خوت ورا شحفنا ديال بصح والله الا كضرب فينا واحد الشمس هانتوما راه كتبان لكم في الكاميرا. المهم الخوت نصور لكم دابا فاش غادي نبداو ناخذ العبار الباب وفاش غادي نقطعوه غنشوفوا داكشي. ومن بعد عاد نقادو بلاصه ديال الشارج منين غادي نديرو فيه الكرياش. الله عرشي الشمس فين واقفه فوق راسنا راه سكريه راه مشات تلاح في الضليه صافي طح. المهم الخوت ها حنا قادينا الكادر ها هو الباب قطعناه كما قلت لكم تقاد دابا نديرو ليه غير الميزاكرات ديالو ونديرو ليه بلاصه القفل حتى هي وغنكونو سالينا ان شاء الله. المهم الخوت احنا صوبنا ليه الباب وقادينا في بلاصه فوق البارطه والعيبات. باقي لي مازال ندير ليه واحد البلانشه من الفوق حيت البلانشه مقسومه من الفوق وغندير ليه بلاصه القفل في الباب. هادو هما جوج اللي بقاو لي غير مع الشمس صافي حبسنا قلنا حتى برد الحال عاوتاني ونجيو نكملو هاد الشيء هذا. المهم الخوت كما كتشوفو ها هو قادينا ليه الباب ديالنا كنتسنا هادي. قولوا لي اخوتي في لي كومونتير اين لون لي سبا باش نصبغوا عاوتاني باش نجيو نصبغوا ودير لنا الباس ديال الفوق. المهم راه على قد الحال واحد قرب. المهم كنشكر زكريا حيت جاوني في هادشي راه مع الشمس هو بوحدي راه ما نقدرش نقول شي جاوني في هادشي وولي شكرا مليونيري وغنجي ان شاء الله نجيبوا لها الباسيه كيما قلتي غنجيبوا باس ونديروا لها كرافوز نصبغوا عندي تقولوا لي بغيتوا ان شاء الله تكتبوا لنا غير لي كومونتير تحتو لي بوان نصبغوا وغنديروا السمي ديال طوكيو هنايا يلاه. المهم الخوت ما تنساوش دير واحد لايك سبسكرايب وشير الفيديو حتى هويا وتهلاو ليا في راسكم بزاف.